زي ما انتوا شفتوا حفل الختام احنا عاملينه في متحف الحضارات، كان لازم نوري الاجانب كلهم الموجودين نقول ايه عظمه مصر، مصر الجديده. يعني احنا قعدنا نفكر ازاي يطلع الحفل كده في الشكل المصري، فزي ما انت شايف كده الفرحه. الاجانب والمصريين بيعيطوا ان هم ماشيين، في ناس مدت على حسابها انها تقعد تاني. زي ما انت شايف الفرحه، مفيش كلام ممكن اقدر اقوله. يعني النهارده اختم مهرجان اطفال العالم اخراج كابتن عمرو عجمي، احنا فرقه في عجميه بورسعيد. احلى حاجه في الافتتاح عملوها النهارده جمعوا اطفال العالم من جميع العالم، كانوا مبسوطين بمصر. جايه النهارده مشرفه مع فريق عجميات، وطبعا ليا الشرف ان انا اشارك في مهرجان زي ده، مهرجان بيحضره كل بلاد العالم ودول كتير جدا، وتبادل ثقافات، ودي حاجه طبعا بتخلي الاطفال عندهم كونتاكت مع الاطفال اللي بره، وبيزود ثقافتهم وبيزود تعاملهم وبيكسبهم خبرات. فانا مبسوطه جدا النهارده ان انا مع عجميات بورسعيد، فريق جميل، فريق يشرف مصر كلها. احنا كتير طبعا يعني مبسوطين، ومتشكر وزارة الشباب والرياضة لاهتمامهم ببنتنا نجود وبالموسيقى وتشجيعهم. طبعا موجودين، احنا مبسوطين كتير بوجودنا هون في مصر. يعني مصر، المصريين اخواتنا، يعني صرنا 10 سنين صرنا من الشعب المصري نفسه بذاته. الاسبوع كان حرفيا احلى اسبوع يعني مر عليا في السنه دي. رحنا اماكن كتير، رحنا فاميلي بارك، رحنا متحف الحضاره اللي من امبارح، رحنا عند النيل، عملنا عروض هناك، حاجات كتير. يعني الاسبوع كان حرفيا تحفه قوي. شرف لينا وشرف لفلسطين المشاركه على ارض مصر. يعني ارض مصر الداعم الحقيقي والسند لقضيتنا في فلسطين، واحنا دايما بنكون سعداء في وجودنا مصر، بنحسش بالغربة، بنحس ان اخواتنا. يعني مصر بالنسبة لنا، الاردن ومصر نحن شعب واحد، ما عمرنا حسينا بانه احنا غريبين بمصر. ودائما بكل مهرجان، وهاي المرة وخصوصا هذا المهرجان، هاي المرة الثانية بنشارك بالمهرجان، وان شاء الله اعوام مديدة لنجاحات اكثر وازدهارات بمصر. Yes, we speak in our country, in our festival, about climate change. Maybe it can be a message about it. We wanted to say to you that you have changed as well in Europe. We very worked with our rubbish. We plastic, glass, another cup and cup bags. Change people's without cars, more bicycle, more more use anything. This festival we participate first time. It's very interesting because I first time in Cairo. I in Egypt is say several time I was in Hurghada and Sharm, but in Cairo I am first time. It's interesting. We saw pyramids and go inside and have funny time with other countries. We have many friends. Our girls found new friends, new cultures. It's very fine. I think there are many things that connect the two populations. We are too similar. And we are grateful, open-hearted, smile people, yes.